أبشرك أن في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، تأمل معي، الصائم حتى يفطر. الله أكبر، إذن الوقت طويل. نعم أبشرك، من يوم أن يؤذن صلاة الفجر فتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة إلى أن يؤذن صلاة المغرب، هذا الوقت كله دعاؤك فيه لا يرد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. الدعاء لا يرد، والذي يخبرك أنه لا يرد هو الذي سيرفع عملك ويفتح أبواب السماء لدعائك، إنه الله. الفترة التي تجلس تنتظر فيها الإفطار، هذا الوقت كله، حتى بعد الإفطار هذا الوقت كله. يعني لو كنت تنتظر الإفطار ربع ساعة قبل الأذان المغرب وأنت تأكل ربع ساعة بعد المغرب، عندك نصف ساعة كلها وقت إجابة. اللهم لك الحمد. لا تنشغل كثيرا بالأكل والشرب ونداءات تعال هنا قرب هذا، لا تنشغل في هذه الساعة إلا بأن تدعو. وإذا دعوت فأشرك عباد الله المؤمنين في أركان الأرض بالرحمة، ادعو للموتى، للمرضى، للمهموم، للمغموم، للمديون، ادعو للضال بالهداية، فإن دعاءك لغيرك من المسلمين مستجاب. أسأل الله ألا يرد لكم دعوة، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم، ويرحم والديكم، ويتقبل صيامكم وقيامكم. أستودعكم الله.